البرنامج ديالنا سميتو ساعة سعيدة، وهو فعلا المدة ديالو تقريبا 55 دقيقة، غادي يكون لايف. حاجة اللي مهمة عندي انه انا طول ليميسيون عندي اتصالات من الناس، وين هو يكون كتار غادي يربح معنا ان شاء الله. شاك فوا ممكن نقدروا نوزعوا تقريبا في اليوم واحد من 100 حتى 150 ألف درهم يوميا تقريبا، الى جانب انه النجوم اللي غادي يكونوا عندنا بدايه غادي يكون تقريبا حد من الميدل ايست وواحد من المغرب العربي ومن المغرب الجزائر تونس. ان شاء الله غادي يكون عندنا دائما ضيوف نشوفوا حتى من انترناشونال الى ربي اراد. في الاستوديو غادي يعجب الناس ان شاء الله، الديكور ديال الميديسيون زوين بزاف، شحال والليكيب ديال الام بي سي 5 خدامين عليه. هاد المرة غادي يكون اوكي توك شو وحوار وفي نفس الوقت في غناء، ما غاديش نحسو باللي هو توك شو اكثر من انها هي جلسة حميمية مع الناس اللي احنا كنعرفوهم، الناس اللي كيحبوهم، الناس فنانين جدد اللي كيحبوهم الجمهور ديالنا. الفكرة كانت معروضة هادي اكثر من واحد مدة طويلة، والبداية ديال البث غادي تكون ان شاء الله كبرامج غادي تكون بالبرنامج ديالنا ساعة سعيدة. هي فيها مسؤولية وفيها مي جيسبر انه نكونوا قدر المسؤولية، كان انا ولا جميع البدوي شحال من انه يكون عندنا نجهزوا ليوصنا احنا شخصيا وبتعاون مع الناس التيم ديال الام بي سي. احنا كنتمناو انه هذه الفكرة هذه تنجح، وكل ما احنا غاديين كل ما هي غادي تبدا تزاد فيها فقرات، كاين بزاف ديال الافكار. مي جو بونس ان شاء الله انه نتمنى من الناس يعجبها الفكره، واون بلوس احنا شحال من عام احنا كنتسناو انه ان شاء الله يكون عندنا حتى حنايا نكونوا لينا حصه من القنوات ديال ام بي سي. والحمد لله ها هي ام بي سي 5 اللي غادي تكون لينا احنا كمغرب وكتونس وكجزائر. فجيسبر ان شاء الله انه تكون بداية موفقة لنا وللقناة إن شاء الله.